حكومه الكومه عندنا حكومه الكومه ورئيسها رجل صالح ورئيسها رجل صالح ورئيسها رجل صالح ورئيسها رجل صالح ودعم عنف صراوي ودعم عنف صراوي ودعم عنف صراوي ودعم عنف صراوي ويا رب تخدم الاولاد يا رب تخدم الاولاد ناضل ناضل
صار والأستاذ تحية والأستاذة تحية رمز النضال والصبر على الناس تمرد على الناس تمرد ورافضه
بحوره وصاب وجوج بحوره عايش العيشة مقهورة عايش العيشة مقهورة مرحبا بك في المغرب مرحبا بك في المغرب مرحبا بك في المغرب مرحبا بك في المغرب وعاجي تشوف الغرائب وعاجي تشوف الغرائب وعاجي تشوف العجائب وعاجي تشوف العجائب ثروات البحرية ثروات البحرية ثروات البحرية ثروات البحرية خدوا هادوك القرايضية خدوا هادوك القرايضية وخدوا هادوك القرايضية خدوا هادوك القرايضية ومرحبا بك في المغرب ومرحبا بك في المغرب ومرحبا بك في المغرب ومرحبا بك في المغرب وعاجي تشوف الغرائب وعاجي تشوف الغرائب وعاجي تشوف العجائب وعاجي تشوف العجائب الحكومة المحكومة الحكومة الحكومة اللي في الكومة الحكومة اللي في الكومة ورئيسها ولي صالح ورئيسها ولي صالح العثماني ولي صالح العثماني ولي صالح دعمنا في التراويح دعمنا في التراويح ودعمنا في التراويح دعمنا في التراويح ويا ربي وضح الأولاد ويا ربي وضح الأولاد ويا ربي ورسم الأولاد ويا ربي ورسم الأولاد ويا ربي يقرأوا الأولاد ويا ربي بلا مدرسة بلا أستاذ بلا مدرسة بلا أستاذ تعيشي حرة يا بلادي تعيشي حرة يا بلادي والتعليم من حق أولادي والتعليم من حق أولادي والترسم من حق أولادي وهبة ريح الحرية وهبت ريح العدالة وتغلوك أستاذية وتغلوك أستاذية وللشهيد تحية والحاجي ليه تحية ونخدم على سكنة يمي نخدم على سكنة يمي نخدم على سكنة يمي يا يمي
تقاش في يدي. لا قولا لعسكرة الشارع. لا قولا للطالب. لا قولا للحضرة. لا قولا للعبودية. لا نعم للحرية. لا نعم للكرامة. لا نعم للعدالة. لا نعم للمساواة. لا نعم للشمس. لا نعم للشمس. لا نعم للشمس. لا اوعى بتضوي الشمس. اوعى الافكار الحرة عم بتضوي الشمس. اوعى بتضوي الثورة. اوعى بتضوي الشمس. اوعى الافكار الحرة عم بتضوي الشمس. عم بتضوي الثورة. تلميذ هيا يا تلميذ. ويا رمز التجديد. هيا يا تلميذ. يا رمز التجديد. طالب هيا يا طالب. ويا رمز التوحيد. هيا يا طالب. إذا الوقفة احتجاجية تقدم لفرعين تعاقد دعت فيها الجامعة وطني التحريروشوارع والديمقراطي الآن تحولت إلى مسيرة احتجاجية وقفقة فرع مدينة العرائش. الاحتجاجات على الاعتقالات التي تعرض لها الأساتذة والتعذيب التعنيف والتمكين الذي مورس على أساتذة خلال إضرابا وطني في شوارع الرباط. إذن تحول الشكل الذي دعت إليه الجامعة الوطنية التوجه الديمقراطي بساحة التحرير تحول إلى
مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة العرائش. بمشاركات فعالية نقابية وسياسية ومدنية بمدينة العرائش دعم لإدارة الأساتذة الفردية على التعاقد. وكذلك احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له بشوارع مدينة الرباط. ومن أجل دفاعا عن مطالب الشهيدة التعليمية وحقها في الإجماز والإنصاف. إذن تم خلال هذا التجسيد الوقفة الاحتجاجية رفض كل أشكال عسكرة الشوارع وكذلك القمع والتمكين الذي تعرض له الأساتذة. ايضا من قلب المسيرة منير بميعود الجامعة الشعبية وكذلك التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المدنية بدعم إدارة التعاقد. بالنسبة لي كل التضامن مع المتعاقدين المطالب ديالهم اللي كنعتبر المشروعة عندك واجبة عندك الطوق امني مضروب على المسيره الاحتجاجيه ورجال التعليم. فرع عين تعاقب. Yeah.
الارض 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 نزل الارض اصحبي نزل الارض نزل الارض اصحبي نزل الارض نزل الارض الارض إذا حاولت الأجهزة الأمنية كسر الاحتجاج وتوقيف تقدم المسيرة. الآن المسيرة توقفت وهناك يعني كذلك عميد الأمن الإقليمي مدعوم بقوة التدخل السريع وكذلك قوة المساعدة. جميع الأجهزة يعني حاضرة قد منعت قوات الامن وكذلك قوات المساعده كل المدعومه بقوات التدخل السريع وقوات المساعده حاولت منع شكل احتجاجي متوقف مسيره احتجاجيه وسط مدينه العرائش. أجهزة أمنية تقدم المسيرة المسيرة في شارع حسن الثاني مدينة العرائش. مغرب القمع والتشرين مغرب القمع والتشرين مغرب العدالة مغرب العدالة. بعد تدخل الأجهزة الأمنية توقفت المسيرة المسيرة متوقفة بشارع حسن الثاني. مغرب الحرية ماشي مغرب عبودية وهز قدام وحط قدام وهز قدام وحط قدام وهز قدام وحط قدام والشوارع شوفونا والسجن ولا يبنينا والجماهير الشعبية تحيي النضال فينا القمع ولا يهيبونا والسجن ولا يبنينا. إذا تحولت المسيرة إلى أحد الشوارع الفرعية زوقة ملك المرحل. الآن المسيرة غيرت مسارها لا أحد شوارع مدينة أخرى شارع مرحل بعد حصار الأمني وبعد محاولة على العملية وقت تقدم المسيرة. الآن ستوجه المسيرة إذا شوارع فرعية شارع حسن الثاني وشارع أو لا لا محج ملك مرحل. إذا كر وفر بين متظاهرين الموت والمذلة نقصوا على عالمنا إذا كر وفر بين شغيلة تعليمية دفاع الحقيقة بالاحتجاج عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة المسيرة
تتوجه الى ساحة المنوزيك والعجل العلمية تلاحق المسيرة الى مكافترات حصار عمي المطار على الشكل المسيرة احتجاجية للجامعة ونساء التعليم العرائش بمشاركة فعالة في قادة السياسية وكذلك والتعاقد وتعيش حرة يا بلادي تعيش 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 حرة يا إذا المسيرة تعود إلى شارع ساحة التحرير عبر شارع علي بن عبد الله انطلاقا من مساحة المنوزي وشاكير عطوها مليار وحنا زادولنا في الأسعار يا نظام شاكيرا يا نظام شاكيرا النقابية والسياسية والمدنية بمدينة العرائش لمطالب الأساتذة الفوضى على التعاقد في المغرب. وحنا جينا نحضروا دعما على حساب يعني البيان اللي دارته التوجه الديمقراطي
وجينا كندعموا الاساسيده اللي تفرض عليهم التعاقد في المطالب اللي كنعتبروها بانها مطالب مشروعه. وكذلك جينا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان بصفه يعني لجنه متابعه الخروقات من اجل يعني رصد الخروقات اللي كيقوم بها الاجهزه القمعيه في حق الاساسده والاطر الاساسيه اللي تفرض عليهم التعاقد. وكل التضامن ديالنا المطلق ولا مشروط مع يعني الطلبات ديالهم المشروعه اللي كنعتبروها مشروعه. وكندوا بتنديد شديد بالنسبه للتدخل بالقوه من قبل السلطات ومن قبل السلطات الامنيه المخزنيه في حق الاساسده يعني اللي يفرض عليهم التقاعد. إذا لاحظنا هناك طوق امني مفروض على الشكل الاحتجاجي بمسيره الاحتجاجيه وزاره التعليم بحضور عميد العمل الاقليمي تحت اطراف العميد. كنظن انا بان ما كانش لازم التدخل يعني القمعي. واللي شاهدنا يعني مجموعه ديال التلاوين المخزنيه القمعيه اللي كتقمع يعني بالنسبه للوقفه او المسيره ديال الاساسده اللي مفروض عليهم التقاعد اللي كنعتبرها بان هي مسيره يعني سلميه ووقفه سلميه. نعم. وبالنسبه كذلك الشكل النظامي تحول من وقفه احتجاجيه الى مسيره داخل شوارع مدينه العرائش. فعلا يعني هو تكتيك يعني هو بالنسبه لهذا انا ما نقدرش ندخل في المساله. كما قلت لك انا متواجد حاليا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان لجنه ديال الخروقات من اجل متابعه جميع الخروقات اللي كتوقع دابا حاليا على الاساسيين اللي فرض عليهم التعاقد. بالنسبه من الوقفه المسيره هذا كيبقى يعني الاخوان اللي منظمين هذه الوقفه والمسيره. ولكن كنظن بان المسائل كامله غادا يعني في السلميه والمسائل يعني التنظيميه وحق كنعتبره بانه حق دستوري لان الاحتجاج السلمي هو حق دستوري. نعم. وبالنسبه للقمع اللي تعرضت له يعني مسيره منسوبه كاطار يعني جمعوي وحقوقي يعني بالنسبه لك يعني العسكره ديال الشوارع اللي كيدينوها يعني الاساتذه وفرض يعني التدخلات يعني العنيفه اللي هي المهم. حنا بالنسبه لنا كجمعيه مغربيه اولا على المستوى الوطني درنا واحد البيان اللي كندد بشده السلوكات اللي كيقوموا بها الاجهزه المخزنيه والاجهزه القمعيه ضد المسائل. وكذلك على مستوى مدينه العرائش اليوم عاد صدرت كذلك واحد البيان اللي كندد بشده هذه المجموعه ديال العسكره وهذه المجموعه ديال يعني ديال القمع وهذه المجموعه ديال الممارسات اللي كنعتبروها ممارسات لا قانونيه. لان الدستور المغربي هو باين وواضح لان الاحتجاج السلمي يعني يكفله الدستور المغربي. شكرا. تحياتي العالية. اذا لاحظنا بعد ما كانت المسيره يعني حضات المسار ديالها في الشارع الحسن التالي خط امني عليها ناعقه من التقدم وحاولت يعني المناوره والتحاق يعني والتقدم في شوارع فرعيه اخرى والعوده الى مسارها الاول وهو ساحه التحرير الى الان عوده الى شارع او الى ساحه التحرير انطلاقا من شارع الله بن عبد الله.
وزارة علي بابا، علي بابا والمصطفى. إذا لاحظنا أن الأغنية انسحبت يعني ملاحقات. مسيرة احتجاجية دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه. الى بر
الزبزابي، الحرية النصر الزبزابي، ولكافة المعتقلين السياسيين والصحابيين، عمر راضي، سليمان ريسوني، عادل الدحي، عادل الدحي، الله يذكرنا على الدين والشهادة، عمر راضي، عمر راضي، عبد العالي برايك، عبد العالي برايك، حرية عبد العالي برايك، وساق محمد جلول، زبزابي، عاش الزبزابي ولا عاش من خانه. عاش نصر الزبزابي. ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى التهدي، ونحن لا نخشى التهدي، ونحن لا نخشى التهدي، ونحن لا نخشى التهدي، ونحن نار، نحن نار، نحن نار واحدة، نحن نار، نحن نار، نحن نار واحدة، ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى التهدي، ونحن لا نخشى التهدي، ونحن لا نخشى التهدي، ونحن لا نخشى التهدي، واسألوا البوليس عنا، واسألوا البوليس عنا، واسألوا البوليس عنا، كيف في الرباط كنا، كيف في الرباط كنا، كيف في الرباط كنا، كيف في الرباط كنا، نحن نار، نحن نار، نحن نار واحدة، نحن نار، نحن نار، نحن نار واحدة، وزغرد أم الشهيد، وزغرد أم الشهيد، وزغرد أم الشهيد، واتي في احلانا شيء، واتي في احلانا شيء، واتي في احلانا شيء، نحن في الساحة ثوار، ونحن نار، نحن نار، نحن نار، ونحن نار، نحن نار، نحن نار، ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى الوعي، ونحن لا نخشى الوعي، اسألوا البوليس عنا، اسألوا البوليس عنا، كيف في الرباط كنا، كيف في الساحات كنا، نحن نار، نحن نار واحدة، ونحن نار، نحن نار، نحن نار واحدة، وتعيش حرة يا بلادي، وتعيش حرة يا بلادي، وطني درجة بولادي، نعرة تشعلها أستاذي، وهبت ريح الحرية، وهبت ريح الكرامة، وهبت ريح العدالة، وزغروجة أستاذية، وزغروجة أستاذية، والحاج للتحية، وللشهيد تحية، وللمعتقل تحية، وللمختطف تحية، وقفقة
كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وهذه الدولة فاسدة وهذه الدولة فاسدة وهي كلمة واحدة